إخفاقات متتالية مني بها مجمع الاستخبارات الإسرائيلي تتكشف فصولها يوما بعد الآخر. فعدا عن الفشل في منع أو حتى توقع هجوم 7 أكتوبر، جاءت الفضيحة التي كشفت عنها صحيفة الجارديان بشأن فشل عملية للموساد استمرت 9 سنوات بغية تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية وإجبارها على التخلي عن التحقيق في جرائم الحرب داخل الأراضي الفلسطينية. ووفقا للتقرير، فإن إسرائيل خططت لمؤامرة سرية ضد الجنائية الدولية قادها رئيس الموساد السابق بنفسه يوسي كوهين. واعترض الموساد اتصالات ورسائل العديد من مسؤولي الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعي العام الحالي كريم خان والمدعية السابقة فاتو بن سودا. وكشفت الصحيفة أن عمليات المراقبة والتتبع ظلت مستمرة منذ نحو 9 سنوات وحتى الأشهر الأخيرة لتزويد بنيامين نتنياهو بمعلومات عن نوايا المدعي العام تجاه إسرائيل. وأكدت الصحيفة أن رئيس الموساد السابق كوهين هدد المدعي العام السابق بن سودا أكثر من مرة خلال اجتماعات سرية للضغط عليها للتخلي عن التحقيقات. وكانت عملية الموساد تهدف إلى تجنيد المدعية العامة أو تهديدها باستهداف أحد أفراد أسرتها. وبناء على تقرير الجارديان، فقد حاول الموساد استخدام مواد وتسجيلات سرية لزوج بن سودا لتشويه سمعة المدعية العامة، إلا أن جهود الموساد على مدار 9 سنوات ذهبت أدراج الرياح، حيث قررت المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية عام 2021 فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في الأراضي الفلسطينية، وهو التحقيق الذي سند إليه كريم خان في توجيه اتهامات جنائية لنتنياهو وجالانت. وفي ظل تلك المعطيات تبرز عدة تساؤلات: هل يمكن لمحاكمة مسؤولي الموساد بتهمة إعاقة العدالة الدولية؟ وما مستقبل التحقيق الجاري في المحكمة الجنائية؟ وما مآلات إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية؟